الأكرم تاليا محب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، خادم للوحيين الكتاب والسنة، مناصر عتيد لمركز ترانيم ومهرجان ليالي المدح، موغل في خدمة المديح النبوي الشريف بصفته الشخصية والمهنية، يد طالما وقفت مع المداحين وقدمتهم على المنابر غير آبها وأولتهم من عنايتها ما يستحقون، الأستاذ محمد الشيخ سيدي محمد. ندعوكم إلى منصة التكريم ترافقكم دعوات المداحين بالنصر والتمكين. مرحبا مرحبا خيرت على أخذ مصالو غانكو ماش غانكو ماش غانكو مسيو غانكو ميدو لتا أفير فان سوتيان أفير فان سوتيان.